يعني انه مثلا بدنا نقول هلا باثناء تكاثر او باثناء تزاوج هلا للطيور. تمام شباب، يعني مثل الفري كمان انا ضد ضربه بالربيع. انا الله يسعد صباحكم من وراء سيدنا نبينا محمد، تحياتي لكم، اخوكم ابو صدام الجراح من قناة محمد 77. شباب اليوم الاحد 18/2/2024. شباب انا ضد فكرة صيد العصفور التين او الشاروق او سقلين بهي الايام. تمام شباب، العصفور اول فوتو تعبان يعني نحيف ما بيتاكل شباب، يعني اغلبية الناس هلا بتلاقي بدها تصليله بتجهز له بدها تطلع تضربه. شباب استنوا عليه للتوت، هلا الغزة تبعيته هو زهر الفول شباب، وبياكل هيك بقايا هيك سمار مثل التوت السياج الكذا، نحيف كتير كتير الطير شباب. يعني هلا الفكرة تبعيتي شباب انا يعني انه مثلا بدنا نقول هلا باثناء تكاثر او باثناء تزاوج هلا للطيور. تمام شباب، يعني مثل الفري كمان انا ضد ضربه بالربيع انا شخصيا الي. اما شباب ما في شيء حرام، يعني بس انه نحن بنعطيه فرصة هاي انه يتكاثر، نعطيه رفقة بالطير. تمام، وشباب اخواتي تاج راسي، يعني مثل حكايه هلا الشاروق مثلا هاد او عصفور التين او التيام بلبنان بينادوا له، كثير كثير نحيف شباب، يعني حرام ضربه. يعني ما بدنا نقول حرام يعني نحرمه، اما يعني انه يعني غير محب اكله يعني هلا. تمام شباب، يعني نحيف بده لحتى يتغذى. اما شباب اثناء التوت بناخده مدهن، واثناء التين شباب يعني بقاب 15 قاب بناخده مختم. شلون مختم شباب؟ كله دهن، يعني مثل ما نحكيها بالعامية من راسه لطيزه. تمام، واكله يؤكل شرعا، يعني طيبة اكلته، طيبة بالشهر الثامن طيبة اكلته. تمام، اما هلا عصفور التين شباب يعني كتير تعبان. تحياتي لك الأخواتنا، حياكم وبياكم، أخوكم أبو صدام الجراح، منتركه بسبيل الله. يلا روح يلا روح، الله حيو كل الرجال. تحياتي لك الأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.